السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. بوب بجزء من حديث وذكر سبب ذلك في الحديث الآخر وسبب النجاة من تلك الفتن. قال رحمه الله راويا الحديث عن أبي الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أمور. قول الزبير بن عدي رحمه الله: أتينا أنس بن مالك، فيه الرجوع إلى العلماء في الفتن والأمور المهمة. فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فيه أن الشكاية للعالم جائزة. فقال: اصبروا، فيه الأمر بالصبر عند جور السلطان، فإنه لا يأتي عليكم زمان، وفي رواية: لا يأتي عليكم عام. وعند الطبراني عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال لامرأته: اليوم خير أم أمس؟ فقالت: لا أدري. فقال: لكني أدري، أمس خير من اليوم، واليوم خير من غد، وكذلك حتى تقوم الساعة. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه. قال: حتى تلقوا ربكم، أي حتى تموتوا، لأن الإنسان لا يلقى ربه إلا بعد أن يموت. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها. لا يأتي عليكم زمان أو لا يأتي عليكم عام، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره أنس حين شكوا إليه ما يلقون من جور الحجاج، فعمم القول فقال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. فاستشكل بعض العلماء هذا الأمر، فقالوا: إن بعض الأزمنة جاءت بعد زمن الحجاج هي خير من زمن الحجاج. مثالها زمن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. قال ابن حجر: حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب، يعني لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا في الغالب، ولكن قد يأتي زمن فيه خير. قال: فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: لا بد للناس من تنفيس. قال: وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء، وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا، والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، وهو في الصحيحين، والذي يحفظه أن في الصحيحين: خير الناس قرني. قال: ثم وجدت، يقول ابن حجر: ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد، وهو أولى بالاتباع. وهذا فيه أن الإنسان إذا وجد أثرا عن السلف والصحابة
وجد قولا آخر للعلماء ممن تأخر، فقول الصحابي أولى بالاتباع، وهذا منهج ينبغي أن يسار عليه. قال: فعن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. وفي رواية قال: ليس ذلك أعني، إنما أعني ذهاب العلماء، فما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. الشر هنا بذهاب العلماء وقلة الدين بسبب ذلك، ليس المراد رخاء العيش وكثرة الخير والمطر. وفي رواية قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون برأيهم. ولو نظرتم في زماننا قبل سنين، ونظرتم إلى ما نعيش هذه الأيام، لرأيتم هذا الأمر بجلاء ووضوح. تصدر السفهاء للإفتاء في الأمور الكبيرة العامة، وقبل سنين عدة كان الناس يدورون مع العلماء، وقول العالم يقطع النزاع. والناس اليوم كثير منهم كل أصبح عالما يشرع ويفتي ويقرر ويحلل، كل حسب ما يريد، لأنه بسبب قلة العلماء. وفي لفظ قال: وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء، ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه. وعن أبي مسعود قال: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه. قالوا: فإنه يأتي علينا العام يخصب، والعام لا نخصب فيه. قال: إني والله لا أعني خصبكم ولا جذبكم، ولكن ذهاب العلم أو العلماء قد كان قبلكم عمر، فأروني العام مثله. هذا الاستشكال الأول من حيث العموم، أن المراد لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا باستمرار، ولا يرد عليه ما يأتي من رخاء في العيش أو عدل من بعض السلاطين، لأن المراد به أن يقل العلماء ويقل العلم كلما اقترب الناس من الساعة. واستشكلوا أيضا، قال ابن حجر: استشكلوا أيضا زمن عيسى بن مريم وزمن المهدي، لأن الخير فيه يعم، والجماعة تلتئم، والدين يقوم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، وتكون الكلمة واحدة، ويعبد الله عز وجل في الأرض كلها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. فهذا الحديث عام: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، فكيف يخرج على زمن عيسى وزمن المهدي عليهم رضوان الله وسلامه؟ قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده، ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجال. أما زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف، والله أعلم. وهذا لابد من الاستثناء. قال: ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة، بناء على أنهم هم المخاطبون بذلك فيختص بهم، يعني الرسول خاطبهم في عصرهم،
لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أي الخطاب للصحابة، وما تقدم أوجه، لأن الأصل العموم والله أعلم. قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا الحديث فيه سبب الحديث الأول: لماذا لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه؟ ما الجواب؟ ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ قال ابن بطال: أعلمه الله من الوحي أنه يفتح على أمته من الغنى والخزائن، وعرفه أن الفتن مقرونة بها، مخوفة على من فتحت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ونسب الإنزال إلى الله هنا مباشرة، ماذا أنزل الله، لأن الخزائن فتوحات الدنيا، وماذا أنزل من الفتن، لأن الغالب فيها الشر والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الله عز وجل، إنما لمفعولاته وغير ذلك. قال: من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين. قال ابن حجر: والخطاب موجه للخدم، خدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل، لرجاء وقت الإجابة، لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له، وبالله التوفيق. يعني من أسباب النجاة من فتن الدنيا ومن الاغترار بنعيمها كثرة العبادة، ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الليل والحفظ على المحافظة على ذلك لكي يصلين. ومما يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي رواية، هذا عند مسلم، وفي رواية عند أحمد: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. قال النووي رحمه الله: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد، لأن الفتن تشغل القلوب، فلا يتفرغ الإنسان للعبادة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لأنها عاصمة من الخوض في الفتن. قال ابن بطال: حديث أنس من علامات النبوة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتغير الزمان وفساد الأحوال، وذلك غيب لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. ودل حديث أم سلمة على الوجه الذي يكون به الفساد، وهو نزوله انفتاح الدنيا ونزول الفتن، وهو ما يفتح إلا عليه من الخزائن، وأن الفتن مقرونة بها. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الباب فيه سد لسبب من أسباب الفتن وباب من أبوابها، وهو الاقتتال وقتل المسلمين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا،
وروى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ما معنى من حمل علينا السلاح؟ جاء في رواية مسلم: من سل علينا السيف. قال ابن حجر: ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق، لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم. وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال ابن حجر: أي ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. ونظيره: من غشنا فليس منا. وهذا قال يقول وليس منا، وهذا في حق من لا يستحل ذلك. من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا نقول ليس على هدينا إذا لم يكن مستحلا لذلك. فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح. يعني لو قال يجوز للإنسان أن يحمل السلاح على أخيه وأن يقتل أخاه، ما حكمه؟ كفر، ولو لم يحمل السلاح. قال: والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. يعني نقول من حمل علينا السلاح فليس منا، ما معنى ليس منا؟ نتركه على ظاهره للزجر عن ارتكاب هذا الفعل الشنيع. ثم روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وفي رواية: إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله وقع فيها جميعا. قال ابن حجر: وفي الحديث النهي عما يفضي إلى المحذور، وإن لم يكن المحذور محققا، لأن من حمل السلاح قد يقتل به وقد لا يقتل به، سواء كان ذلك في جد أو هزل. وقد وقع في حديث أبي هريرة: الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وفي لفظ: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة. وعن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. وفي رواية: مر بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: ألم أزجر عن هذا؟ إذا سل أحدكم السيف فليغمته، يعني يضعه في الغمد ثم ليعطيه أخاه. قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها؟ إذا كان من يشير إلى أخيه بالحديدة تلعنه الملائكة، فكيف بمن يصيب بها؟ قال: وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا، سواء كان جادا أم لاعبا كما تقدم. وإنما أخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد،
وإنما نهي عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان قال قلت لعمرو: يا أبا محمد، سمعت جابر ابن عبد الله يقول: من مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك نصالها. قال: نعم. وروى عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، والنأصل رأس السهم هي الحديدة. قال: فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. جاء في رواية مسلم: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال ابن حجر: وفي هذين الحديثين تحريم قتال المسلم وقتله، وتغليظ الأمر فيه، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه، وفيه حجة للقول بسد الذرائع. فهذا الباب مغلق لا يتساهل فيه بشيء أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وجاء في سبب هذا الحديث عند أبي داود أن رجلا من الصحابة كان في غزاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنام هذا الرجل فعمد بعض الصحابة إلى حبل معه فأخذه فأخفاه. وهذا يحدث عند الناس، يخفي نعله، يخفي حاجته، ثم جعل لما جاء الرجل لم يجد حبله فجعل يقول: حبلي حبلي. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال المناوي رحمه الله: لا يحل لمسلم أن يروع بالتشديد، أي أن يفزع مسلما وإن كان هازلا، كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده لما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالإسلام دين السلامة، والإيمان يهدي إلى الأمان. فالإسلام ليس فيه الرحمة والسلامة والأمن والأمان. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله كفر. قال ابن حجر: أقوى ما قيل في ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه، أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك فعل الكافر كما ذكر نظيره في الحديث الذي بعده، يعني لا ترجعوا بعضي كفارا، أي لا تفعلوا فعل الكفار، هذا نظيره. فسباب المسلم فسوق، أي لا يجوز سباب المسلم بحال، وقتاله كفر. وروى عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي يحتمل ثلاث احتمالات: إما بعد فراق من موقفي، وهذا الموقف كان في يوم النحر
في حجة الوداع، أو يكون بعدي أي خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو يكون تحقق عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته، فيكون النهي عام بعد موقفه وبعد حياته بأن لا يخالفوه ولا يفعلوا هذا الفعل. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. فيها عشرة أقوال. ذكر البخاري ابن حجر في الفتح في كتاب الإيمان ثمانية، وزاد على ذلك اثنين في كتاب الفتن. أرجحها: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضا. لا ترجعوا بعدي كفارا، أي لا تفعلوا فعل الكفار، فهو كفر عملي وهو كبيرة، خلافا لقول الخوارج، لقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع الاقتتال فهو كفر دون كفر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مع أن الله أثبت لهم الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع وجود الاقتتال، فدل على أن الاقتتال ليس بكفر، إنما هو كفر عملي، كفر دون كفر. ثم روى عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبي بكرة وعن رجل آخر قال: هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. جاء في بعض الروايات قالوا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ورد الصحابة بقولهم: الله ورسوله أعلم، تعظيما واحتراما للرسول عليه الصلاة والسلام، ولعلمهم أنه لا يسألهم عن أمر معلوم عندهم. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، الأبشار الجلود، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له، فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، حين حرقه جارية ابن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة. فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. قال ابن حجر: قال القرطبي: سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا: فإن دماءكم، إلى آخره، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. قال ابن حجر: ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين. قال: لأن تحريم هذه الأشياء، تحريم البلد والشهر واليوم، كان ثابتا في نفوسهم
مقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم. لماذا قررهم هذه التقريرات؟ لينقلهم لأمر جديد كانوا يتساهلون فيه مع تعظيمهم للشهر ولليوم وللبلد. وقال النووي رحمه الله: المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. وذلك قال أبو بكر: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، أي لو دخلوا علي داري ما رفعت عليهم قصبة ولا دافعتهم بها، لأني لا أرى قتال المسلمين، فكيف أن أقاتلهم بسلاح؟ هذه قصة حصلت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه. فاعتصم ابن الحرمي بدار، فحرق عليه جارية الدار، فأشرفوا على أبي بكر وكان في علية، فقالوا: هذا أبو بكر يراك. فقال: انظروا ماذا يقول في الطاعة. سمعهم فقال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني ما قاومتهم بقصبة بعصا. باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. باب: تكون فتنة، نسخة ابن حجر في الفتح: باب تكون فتن، قال ابن حجر، وفي رواية المستملي: فتنة بالإفراد. وهذا الباب فيه بيان الموقف الشرعي عند ظهور الفتن. ثم روى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال النووي رحمه الله: معناه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. فالقائم حظه منها أكثر من القاعد، والماشي حظه منها أكثر من القائم، والساعي حظه منها أكثر من الماشي، من تشرف لها. قال ابن حجر: أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. قال: تستشرفه، أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك. قال رحمه الله: يريد من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها. ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال النووي: أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه ويعتزل، فليعذ به، أي فليعتزل فيه. قال ابن حجر: وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. وفي معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة، منها حديث أبي بكر عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي.
والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. وعند مسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأً أو معاذًا فليعُذ أو فليستعِذ. وعند أحمد: إن بين أيديكم فتنًا كقطع الليل المظلم، يُصبح الرجل فيها مؤمنًا ويُمسي كافرًا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. وعن المقداد بن الأسود قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فوهن. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال. وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقال الطائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله، فلا يجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول. وهذا مذهب أبي بكر الصحابي رضي الله عنه وغيره. قال: وقال ابن عمر وعبران بن حصين رضي الله عنهم وغيرهما: لا يدخل فيها، لكن إن قصد دفع عن نفسه. فهذا مذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام، يعني هذا القول عليه أن يبتعد كلية، فإذا دخل عليه ماذا يفعل؟ أبو بكر يقول: لا يفعل شيء، إنما يستسلم للموت. وابن عمر يقول: يدافع عن نفسه. قال رحمه الله: وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين، كما قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي الآية. وهذا هو الصحيح، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما. ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون، والله أعلم. وقال ابن حجر، هذا كلام مهم، يقول: والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. هذا ضابط مهم. المراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. قال الطبري: اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلف هؤلاء، فقال طائفة بلزوم البيوت، وقال طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا. ثم اختلف منهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل، ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل. وقال آخرون:
إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب، وهذا قول الجمهور. وفصل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع. هذا قول قوي. كل قتال وقع بين الطائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الطبري: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. فالحق إذا كان واضحا والفتن ظاهرة والسنة في ذلك بينة فنصرة الحق واجبة. وقد رفع في أيامنا أهل الفتن عقيرتهم وأشعروا البلدان بثوراتهم حتى ظهرت قرون الخوارج في كل ناحية، فليس من الدين السكوت ولا ترك إبطال الشبه بحجة الابتعاد عن الفتن. الشبه لا بد أن ترد، والحق لا بد أن يبين، وأهل الباطل ودعاة الفتن لا بد أن يحذر منهم حتى لا يلتبس الحق بالباطل وتستقر الشبه في قلوب العامة. إذا كان الأمر بينا والسنة بينة فمن يقول هذا فتنة هذا برود، ووضع الأمر في غير محله. الخوارج لم يتردد أحد في قتالهم ولا في بيان عوارهم، وأهل الفتن في كل زمان لا بد أن يحذر الناس منهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وقال بعضهم لأحمد بن حنبل أنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. قال: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين. وقد كانوا يقولون: الرجل إذا أحدث يذكر حتى يحذر. وقال المسعود: سيأتيكم ناس بمثل هذه فلو تركتموهم لأتوا بالطامات. ولذلك ذكر ابن القيم أن السلف رحمهم الله كانوا إذا ظهرت بدعة صاحوا بها من أقطار الأرض وشددوا وبالغوا في الإنكار ما لم يبالغوا في إنكار الفواحش. وبعض الناس يقول: سلم منكم اليهود والنصارى ولم يسلم منكم إخوانكم. هذا ليس لأنهم أخطر، لا، من حيث الكفر، وإنما من حيث أن أمر اليهود والنصارى بين معلوم، ومن تلبس بالفتن والبدع من حيث اشتباه أمره على الناس من هذا الجانب أخطر، كما قرره ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم ذكر حديثا آخر ستكون فتن كالحديث السابق. قال: كم بقي؟ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال عن الحسن: قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. هذا الحديث فيه وعيد مقاتلة المسلم لأخيه، وأن ذلك من الفتن. قال عن الحسن: قال: خرجت بسلاحي. ذكر البخاري عندكم في هذا الباب تحت هذا الحديث أن الخارج هنا هو الأحنف وليس الحسن، فالحديث عن الحسن عن الأحنف ابن قيس عن أبي بكرة: ليالي الفتنة. قال ابن حجر: والمراد بالفتنة الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. قال النووي رحمه الله: معنى تواجه ضرب كل واحد وجه صاحبه، أي ذاته وجملته. فكلاهما ماذا عندكم؟ في النار، أو فكلاهما من أهل النار. قال النووي رحمه الله: أما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه مستحق لها، وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه. هذا مذهب أهل الحق، وقد سبق تأويله مرات، وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره. جاء في حديث أبي بكرة تقدم معنا: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم أو جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. قال ابن حجر: قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفى عنهما فلم يعاقبهما أصلا. وقيل هو محمول على من استحل ذلك. قال: ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار، لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار استمرار بقائهما فيها، واحتج به من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكر وغيرهم، وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه. تقدم هذا الكلام. قال: وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. ثم قال: واتفق أهل السنة، وهذا القول قاله النووي رحمه الله في صحيح مسلم أيضا، قال: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، لأنهم التقوا بالسلاح. وهذا الحديث لا يحمل عليهم أبدا. قال: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين. وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ، بل بمجرد طلب الملك، ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي، لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه. قال الطبري: ولو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد، ولا أبطل باطل، ولا وجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم، بل بأن يحاربوهم ويكف
المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها؟ قال: وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. قال: وقد أخرج البزار في حديث القاتل والمقتول في النار زيادة تبين المراد، وهي: إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. ويعيد ما أخرجه مسلم بلفظ: لا تذهب الدنيا، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. قال القرطبي: فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي يريد بقوله القاتل والمقتول في النار. قلت: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا، وكلهم متأول المأجور إن شاء الله تعالى، بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا، والله أعلم. قال النووي: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ، لأنه لاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل السنة. وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب، والله تعالى أعلم. هذا الأمر يشنع به على الصحابة من بعض من في قلوبهم زيغ، وينشر في الفضائيات ويثلب به الصحابة، وتذكر هذه الأمور مبتورة عن أصولها، لا يذكرون كلام العلماء وإجماع أهل السنة في هذا الأمر، وأن الإجماع قد انعقد أن الصحابة غير داخلون في هذه الأحاديث، فيشنعون ويقولون اتباع السنة أولى. هذه ضلالة وزيغة، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يوفقنا لحسن العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. طولنا عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك.